يا الله، السلام عليكم. كثرة الشعوذة بالشارع العراقي، وكثر النوم المغناطيسي، طبون على المحلات، طبون على البيوت، خيده على كتفك، خيده على راسك، طيني الفلوس اللي عندك، ايش قش شايل طيني، اروح وياك البيت، ايش عندك طيني. شلون تحمي نفسك؟ وملاحظة، هل هذا الشيء موجود بالشعوذة؟ نعم موجود، لان اكو كتب كانت قبل ما تطب نهائيا، هسه تطب مثل ما يطب اي كتاب. الله يشفيكم شرها ان شاء الله. اليوم هذا الفيديو حجة، اليوم هذا الفيديو اللي راح اصوره حجة عليكم. كل من يسوي طريقتي يحمي نفسه، وحتى هذا الساحر او يملك النوم المغناطيسي او يملك اي طاقة يحملها، يطب محلك، يطب بيتك، كل الاشياء العدة توقف باذن الله. شو نسوي؟ قلم رصاص، ورقة سادة، تكتب صورة الجن. عندك محل، ورا ما تكتب صورة الجن وتكمل بظهر الورقة تكتب اسمك واسم امك. من وياك بالمحل؟ اسمه واسم امه. عمالك اللي يوقفون وياك من امه؟ اسمه واسم امه. كم واحد انتم بالمحل؟ خمسة. تكتبون اسماءكم بظهر الورقة، اسمك واسم امك. تكتب بنية الحفظ. طبق هاي الورقة، تجيب لك هيل مطحون من البيت، قد خاشوقة مال شاي، تخليه بطن الحجاب وتطبقها، تضربها تيب شفاف وتخليها بوسط المحل. والافضل وين تخليها؟ اذا عندك بنكه تخليها بالبنكه، يعني اريدها بوسط المكان العمل مالك، او خليها بكيس وعلقها، يعني ما تصير قدام العين. حق نور فاطمه الزهراء، لو شنو يملك، لو شنو يملك، مجرد ان يطب يمك كل هاي الامور توقف عنده باذن الله تعالى، وانت تكون محمي باذن الله تعالى. وراح تجرب وتدعي لي وتترحم لي ان شاء الله. وان شاء الله اريد كل انسان صاحب باب رزق تدزوا هذا الفيديو ان يحمي نفسه، يحمي نفسه من هذا الامر، يسوي هذه الصوره المباركه. السلام عليكم ورحمه الله.